اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام ومستمعينا في هذا الجزء من الحلقه. مواقع التواصل الاجتماعي تظهر على الشاشه تبع الاستاذ طارق النوفل، والاستاذ طارق بن طالب هو ضيف هذه الحلقه، مدير مركز اعلامي بنادي الشباب والمتحدث الرسمي باسم نادي النصر. يعني جبنا شبابي ونصراوي لهم مناصب رسميه، ما قدرنا نجمع رئيسين النادي في البرنامج. بين قوسين شوف مقالة اليوم. في فقرة بين قوسين اخترنا لكم مقالة الأستاذ سعيد غبريس الكاتب في صحيفة الرياضية، والتي حملت عنوان هيهات من العرب الاتفاق، حيث بدأ الكاتب مقالته بالعبارات التالية: بالرغم من عدم استسلام رئيس الاتحاد الآسيوي محمد بن همام لقرار عزله وتثبيت الصيني جيلونغ رئيسا بديلا بالوكالة، فإن معركة خلافته احتدمت مبكرا، وللأسف بين فرقاء عرب يحمل كل منهم لواء التشبث بالترشح غير مكترثين كثيرا للخصم الشرق آسيوي. هناك مرشحان واضحان وثالث في حالة ترقب وتحفز. الأول سبق له أن شكل تهديدا لزعامة بن همام الآسيوية، حيث نافسه على عضوية المكتب التنفيذي للفيفا وخسر أمامه بفارق صوتين فقط مما اعتبر مفاجأة. والثاني يجمع في شخصيته وسجله مزايا حميدة وخبرات آسيوية تؤهله للخلافة، والثالث يعتمد على رصيد بيد أقرب الناس إليه، ونعني هنا بالطبع الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة ويوسف السركال والشيخ طلال فهد الأحمد على التوالي. وأضاف الكاتب: الذين لم يشبعوا بعد من التشفي من محمد بن همام وخصوصا الإخوة الأشقاء سيدعمون بالطبع من هز العصا في وجه الرئيس الموقوف مدى الحياة لمجرد أنه تجرأ على ترشيح نفسه لمنصب رئيس الفيفا. أما خيارهم الثاني الأكثر تصعيدا فهو الدفع برئيس الاتحاد الكويتي شقيق رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الذي شكل حالة عداء قوية لبن همام. أما السركال فإن نقطة ضعفه الوحيدة هي قربه من الرئيس السابق للاتحاد الآسيوي، مما قد يجير الخصوم إلى المرشحين المنافسين. وقد لاحت بعض الدلائل في عدم دعوة السركال إلى الجمعية العمومية لغرب آسيا برغم أنه نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، وبرغم أن رئيس اتحاد الغرب هو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني، والذي كان للاتحاد الإماراتي يد طولة في فوزه بمنصب نائب رئيس الفيفا مقابل مرشح بن همام. نرجع لنفس الموضوع اللي بدأنا فيه الحلقة، هيهات من العرب الاتفاق، المرشحين واللي عندهم الرغبة في ترشيح نفسهم لمنصب رئيس الاتحاد الآسيوي يعني كثر، على الأقل الجانب العربي أو الجانب الخليجي. أنا في اعتقادي أنه الصيني هو الأقرب للفوز. مين؟ الصيني ليو شوانغ هذا. اليوم أعلن ولاء البلاتر نكاية في بن همام. وطبعا احنا مختلفين مين العرب مين راح ممكن يكون في اجماع على شخصيه العرب، ما اظن، لانه في خلافات جذريه بين الثلاث اسماء اللي لغايه الان على السطح يعني. طيب كل شيء لحل، كل شيء لحل، اتوقع انه حيكون في اتفاق، لكن في المقام الاول انا اتمنى ان الامير سمو الامير عبد الله المساعد يترشح. ام سلطان هو استكر معلومه مهمه ذكر بانه ليش ما نفكر احنا في مقعد نائب رئيس الاتحاد غرب آسيا، هذا اللي يعني ما راح يكون أحد يعني شو أقول لك منافس. أول شيء ما في عليه منافسة الآن على منصب رئيس الاتحاد الآسيوي، والترشح في أكثر من منافسة، فالسعودية قد يكون موقفها يعني أنه تكون تواجه إحراج أنه ما تبغى ترشح أحد يعني ينافس المرشحين المتواجدين حاليا. لكن مقعد نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لم يتم حتى التقدم لشغل هذا المنصب من أي أحد، ليش ما احنا نفكر نذهب في هذا الاتجاه؟ ايش رأيك طارق؟ هو كاتجاه استراتيجي للظفر بمقعد مهم جدا، نعم أنا مع هذا الاتجاه، ولكن ما زلت أصر على أنه يكون المرشح الأول مرشح عربي، وأتمنى أنه في النهاية يجتمعون على اسم واحد. وترى أمر سهل بسيط جدا، هي مجرد جلسة مكاشفة تنتهي كل شيء. برد عليك بيت شعر، عطنا شعر. ونحن أناس لا توسط بيننا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر،
فسرنا يا حبيبي. الصدر يا اما نصير رؤساء يا اما ما نكون. ما ينفعنا نائب رئيس؟ ما ينفع الوسط. طب معلش احنا نبغى نائب رئيس هالمره. طيب على الاقل والله على قولتنا احنا نبغى نائب رئيس. انا اعطيك اياه مثل العوض والقطيع. طيب خلينا نروح.